السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قد سمعنا جميعاً بالزلزال الشديد الذي أصاب إخواننا في سوريا وتركيا، وقد مات بسبب هذا الزلزال ما يزيد عن 8000 نحتسبهم من شهداء الآخرة، فإنهم أصحاب هدم قد ماتوا بانهدام البيوت عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الشهداء 5، المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والشهيد في سبيل الله. فالشهداء 5، منهم المطعون وهو الذي يموت في الطاعون. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا ليس خاصا بمرض الطاعون، بل كل من يموت في وباء عام مهلك يدخل في هذا، فيشمل هذا مثلا وباء كورونا، نسأل الله عز وجل ألا يبتلي به مرة أخرى ولا بمثله. والثاني المبطون، وقد قال بعض أهل العلم إنه الذي يموت بامتلاء البطن بالماء، وهو المعروف بالاستسقاء. وقال بعض أهل العلم بل المراد به كل من يموت بعلة قاتلة في البطن. والثالث صاحب الهدم، وهو الذي يموت تحت جدار أو بانهيار بيت أو بانهيار تربة، كما حصل مع إخواننا في الزلزال. والرابع الغريق، وهو الذي يموت في الماء. وهؤلاء الأربعة إن كانوا من المسلمين شهداء الآخرة، فيرجى لهم في الآخرة ثواب الشهيد في سبيل الله وموقف الشهيد في سبيل الله. أما في الدنيا فهم كسائر أموات المسلمين، يعاملون كسائر الأموات. والخامس هو الشهيد في سبيل الله، وهو الذي قتل في القتال المشروع مع الكفار أثناء القتال، وهذا شهيد الدنيا والآخرة، فله معاملة خاصة في الدنيا، فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي مات فيها، وهو شهيد الآخرة. فإخواننا المسلمون الذين ماتوا تحت الأنقاض هم أصحاب هدم، فنرجو الله عز وجل أن يكونوا شهداء مقبولين عنده.
وأصيب جراء هذا الزلزال ما يزيد عن 40,000. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم. ولا زال هناك أحياء عالقون تحت الأنقاض، أسأل الله أن يحفظهم وأن يقوي العاملين على إخراجهم وأن يعين على إخراجهم أحياء. وهناك الآلاف والآلاف الذين تشردوا وهدمت بيوتهم وفقدوا ممتلكاتهم، فاستروهم ستركم الله وأعينوهم أعانكم الله. وإني من قلب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهيب بكل مؤمن ومؤمنة في بقاع الأرض بإعانة إخواننا المنكوبين بالطرق الصحيحة الآمنة. وفي بلادنا هذه المملكة العربية السعودية أمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله كعادته عند وجود حاجة للمسلمين بإطلاق حملة شعبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا. فينبغي علينا جميعا أن نسهم بما نستطيع وأن لا نستقل شيئا، مع الدعاء لإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يعيننا على عون إخواننا.